أخي الحبيب استمع معي جيداً كلمة لو قلتها وكررتها زاد رزقك وحلت مشاكلك وفرج همك إن شاء الله كلمة علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام قد يعجب البعض كيف يمكن لكلمة واحدة أن تفعل كل هذا هذا كنز نبوي النبي صلى الله عليه وسلم منحنا إياه لكي نستعين به على قضاء حوائجنا، على زياده رزقنا، على التخلص من الهموم، وهو اكثر كلمه تفرح بها يوم القيامه، تسر بها يوم لقاء الله عز وجل، دعوني اولا استمع معكم لهذا الكنز النبوي الرائع، وبعد ذلك نشرح ونتدبر ونتامل الكرم والرحمه النبويه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لزم الاستغفار، ما معنى من لزم؟ يعني حافظ حرص على الاستغفار، الذي يكرر الاستغفار دائما، الذي في كل مناسباته يقول أستغفر الله العظيم، إذا استيقظ من النوم يستغفر الله، إذا ذهب إلى نومه يستغفر الله عما بدر منه، إذا كان حزينا يقول أستغفر الله، إذا كان فرحا يقول أستغفر الله. قبل الطعام، بعد الطعام، في كل مناسباتك يكون لسانك رطبا بهذه الكلمة: أستغفر الله. طيب ما هي النتيجة؟ ما لزم الاستغفار؟ النبي هنا أعطانا ثلاثة نتائج كل واحد منا يحتاجها. لا تقل لي هناك شخص ليس لديه هموم أبدا، لا يوجد. لا تقل لي هناك شخص لا يحتاج لعلاج مشكلة معينة، لم يقع في مأزق معين ويحتاج من يخلصه من ورطة أو مشكلة لا تقل إنسان لا يحتاج للرزق لا كلنا نحتاج هذه الأمور الثلاثة من لزم الاستغفار عدد معي جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا والمكافأة الثالثة ورزقه من حيث لا يحتسب والله أخي الحبيب أنا أحزن على حال اولئك الذين الغوا من حياتهم السنه النبويه من دون مبرر ومن دون سبب حرم نفسه الكثير من الخير الذي يلغي احاديث النبي من حياته ولا ياخذ بها هذا انسان حرم الرحمه لان الله تعالى يقول في حق هذا النبي الكريم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ويقول عن القران انه رحمه ايضا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فالقرآن هو رحمة والنبي هو رحمة فإذا أخذت بالقرآن فقط فأنت خسرت الرحمة النبوية وما أرسلناك إلا رحمة للعالم لذلك دعوني أتأمل هذا الحديث وسر الاستغفار ما علاقة أن تقول أستغفر الله العظيم بزيادة الرزق يعني اليوم حسب قواعد الاقتصاد الحديث يقول لك اه اذا اردت ان تزيد رزقك عليك ان مثلا تعمل، ان تضع خطه لمشروع، ان تمارس وظيفه معينه، ان تقوم ببيع او شراء، اي نوع من انواع الرزق معروف، طيب تقول اذا جلست وقلت استغفر الله العظيم ياتيني الرزق؟ انا اقول لك نعم. السيده مريم عليها السلام كيف كان ياتيها الرزق؟ بالنسبه لمن يستغرب انا اخاطب الان انسان يؤمن بالقران الكريم ويستغرب ان الرزق لا ياتي الا باسباب عندما كان سيدنا زكريا عليه السلام يدخل الى السيده مريم في محرابها وهي تتعبد يجد عندها فاكهه الصيف يجدها في الشتاء وفاكهه الشتاء ثمار الشتاء يجدها في الصيف قال يا مريم وان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب يا اخي لا تحدثني عن الاسباب ما دامت علاقتي مع المسبب انت اذا لجات الى صاحب شركه صحيح هناك قوانين وضعها تفرض على الموظف ان يؤدي عدد ساعات محدد لياخذ اجر محدد ولكن صاحب الشركه لديه صلاحيات يعطي هذا ويمنع هذا ويكافئ هذا هو صاحب العمل فلا تحدثني عن أسباب ما دمت لجأت للمسبب سبحانه وتعالى ما دمت لجأت لخالق الكون الذي يحرك الكون قد تكون جالسا في بيتك ويأتيك تليفون من شخص ربما من سنوات لم تسمع منهم أو ربما لأول مرة تعرفه يقول لك هناك عمل معين كذا كذا فيأتيك الرزق من حيث لا, لا تحتسب أسباب الرزق كثيرة جدا، من الذي يحركها؟ الله. لان الله بيده كل شيء، لله ملك السماوات والارض. ملك السماوات والارض اي ان الله يملك المال الذي بين يديك، يملك الذهب والفضة، يملك كل ذرة في الكون هي ملك لله سبحانه وتعالى. وهو يحركها كيف يشاء، قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل في كتاب مبين، فاذا عندما تستغفر الله سبحانه وتعالى يعني لماذا اختار النبي هذا الذكر لزياده الرزق هذا الذكر اخي الحبيب يصلح علاقتك مع الله يعني عندما تقول استغفر الله يعني اطلب المغفره من الله يعني يا رب اغفر لي هذا الذنب هذه الكلمه فيها اعتراف بالخطا هلا المريض اذا لم يعترف بمرضه ان ان يصل لعلاج صحيح يجب أن تعترف بمرضك أولا ثم تبحث عن العلاج فما دام الإنسان اعترف بخطئه وطلب المغفرة من الله إذا هذه هي أول خطوة لإصلاح العلاقة بينك وبين الله عز وجل ليغفر الله لك هذا الذنب فإذا ما غفر لك هذا الذنب ورضي عنك سخر لك كل شيء لخدمتك أستغفر الله العظيم هذه العبارة الرائعة أخي الحبيب يوم القيامه هي اكثر عباره تجدها في صحيفتك تفرح قلبك الموقف الذي سنقفه جميعا امام الملك عز وجل يوم القيامه وكل واحد سيقرا كتابه الذي فيه كل فكره خطرت في باله وكل كلمه نطق بها وكل حركه قام بها وكل شيء عمله يجده حاضرا صوت الصوره يوم القيامة ليس بال... بالكلام المكتوب، لا بالصوت والصورة، لأن الله تعالى يقول: ووضع الكتاب، انظر إلى صيغة المبني للمجهول هنا، ووضع الكتاب فيها زيادة في الخوف، في الرعب لأولئك المجرمين، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، المجرم ليس فقط هو من قتل وذبح وظلم، لا، المجرم هو من أجرم في حق الله، من استكبر عن ايات الله هذا هذا احد انواع الاجرام لان الله تعالى يقول ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها تكذيب وتكبر عن ايات الله لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي من من المجرمين اعتبرهم القران مجرمون اعتبرهم مجرمين فاذا هنا اخي الحبيب يوم القيامة سترى هذا الموقف فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا اذا سوف تجد كل شيء عملته في الدنيا حاضرا امامك لا تستطيع ان تنكره فاكثر ما يسر المؤمن كما اخبرنا النبي عليه الصلاه والسلام من احب ان تسره صفي صحيفته يوم القيامه فليكثر من الاستغفار ان تجد فيها استغفارا كثيرا هذا فرح وسرور لان الاستغفار آه هو وسيله ليس فقط لزياده الرزق بل لمغفره الذنب ولكل ابواب الخير طب هذا هو سيدنا نوح عليه السلام أنا طبعا أخاطب من يستغرب أنه مع معقول كلمة كهذه تزيد في الرزق أنا سأتيك بآية قرآنية سيدنا نوح ماذا قال لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إذا هذا رزق ويمددكم بأموال رزق وبنين رزق ويجعل لكم جنات رزق وأنهار رزق إذا سيدنا نوح ربط ربطا مباشرا بين الاستغفار وبين كثره الرزق من جنات وانهار واولاد ومال وخيرات ونعيم، لذلك لا تستخف بهذه الكلمه اخي الحبيب. الشيء الثاني النبي عليه الصلاه والسلام يقول: جعل الله له من كل هم فرجا. الاستغفار ايها الاحبه يقربك الى الله، يجعلك تستشعر ضعفك امام مالك الملك عز وجل. الاستغفار يجعلك بمجرد يعني هو اعتراف بالذنب من جهه واعتراف ان الله قادر ان يغفر الذنب تزول هذه العقده عقده الذنب تزول ف... فيهدأ قلبك ودماغك ونفسك والله عز وجل نتيجه استغفارك له ولجوئك اليه وطلب المغفره منه يقذف في قلبك حلا لمشكله مستعصيه احيانا الانسان مشكلة معينة تعكر حياته لا يجد لها حلا، فجأة سبحان الله وكل واحد منا يمر بهذا الموقف، فكر ارجع لسنوات ماضية فعلا تجد ان ان هناك مشكلة معينة او مرض معين او ضائقة معينة مررت بها وسيطرت عليك تنام وانت تفكر، تستيقظ وانت تفكر، تأكل وانت تفكر بها، فجأة فكرة خطرت ببالك قلت والله أنا هناك فلان سألجأ إليه مثلا ليحل هذه المشكلة أو أن حل المشكلة هو كذا كذا وبالفعل تحل هذه المشكلة طيب هذه الفكرة التي يقذفها الله في قلب المؤمن هي نتيجة الاستغفار إنسان عندما يخلص نيته لله ويقول يا رب اغفر لي طبعا صيغ الاستغفار كثيرة جدا وهناك دعاء اسمه سيد الاستغفار أيضا ابحث عنه على الانترنت واحفظه يمكن أن تقول يا رب اغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. هل تعلم ما الذي يحدث اذا قلت هذه العباره؟ اذا قلت يا رب اغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. الله عز هذه العباره تصعد بها الملائكه الى الله عز وجل. لا تظن نفسك انك مخلوق تافه اخي الحبيب، انت مكرم عند الله. الله اسجد لك ملائكه ملائكه, ملائكة ملائكته الاطهار. سجدوا لابيك ادم تكريما لك ولبني ادم عندما تقول اللهم اغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت او لا يغفر الذنب الا انت هذه الكلمه هناك ملائكه مخصصون لحمل مثل هذا الكلام ملك او ملائكه يحملون هذا الكلام ويصعدون به الى مالك الملك عز وجل فيقول ماذا يريد عبدي؟ فيقولون يا رب انه يقول كذا كذا أي ربي أصبت ذنبا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فيقول الله تعالى أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فيقول نعم نعم يا رب علم فيقول بعد عدة طبعا أخطاء في كل مرة تستغفر الله يصعد الملك في كل مرة يصعد الملك وكل مرة يغفر الله لك ما دمت صادقا طبعا في المرة الثالثة الله يقول لهم قد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء. منتهى الكرم الالهي. طبعا انت عندما تصل لمرحلة لهذه المرحلة من التقرب من الله عز وجل ستكره المعصية. يعني جرب جرب ان تتقرب من الله، ان تحب الله عز وجل. لسانك ليلا نهارا يذكر الله. وفي كل ثانية تعتقد ان الله موجود وقريب منك ويحبك. جرب أن تصل لمرحلة أن تأنس بالله، أن تستغني عن البشر وتقول الله يكفيني حسبي الله، مع هذا هذا الإحساس يجعلك تكره المعصية، كيف تعصي الله وأنت تعتقد أنه يراك؟ لاحظت أخي الحبيب يعني هنا عندما يقول الله فليفعل ما يشاء لا يعني أنه أعطى ضوءًا أخضر لهذا العبد في ممارسة الفاحشة وك هو أصلاً لن يستطيع معصية الله لأنه أحب الله وشعر بمراقبة الله وأنس بالله فيكره المعصية، ما هي المعصية؟ شرب الخمر معصية، الزنا والفواحش والشذوذ، السرقة، أكل المال الحرام، النميمة، إيذاء الناس، ظلم الناس، هذه الأفعال تصبح مكروهة بالنسبة لك، تنفر منها وبالتالي الاستغفار هو خطوة مهمة للتقرب من الله عز وجل. الشيء الثالث من لزم الاستغفار جعل الله له منه كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب تحدثنا عن الرزق تحدثنا عن الضيق وكيف ان الفكره تقذف في راسك او في قلبك فتجد ان الامور حلت باذن الله بقي الهم كيف تتراكم الهموم في راس الانسان الهم يتراكم في راسك اخي الحبيب عندما لا تجد حلا لمشكله معينه، قد يكون الهم هم رزق، هم بلاء، قد يكون هم ولد عاق، قد يكون زوجه ناشز، قد يكون الهم انسان سلط عليك، قد يكون الهم جار سيء يؤذيك، انواع الهموم كثيره. فهذه الهموم مع الاستغفار وكثره الاستغفار عندما تتقرب اكثر من الله فيزيل عنك الله عز وجل هذه الهموم، لماذا؟ لانك كلما استغفرت الله تشعر بالقرب منه، وتشعر ان الدنيا لا قيمة لها، فالهموم التي كانت كبيرة في راسك تجدها صغيرة لا قيمة لها، لماذا؟ لانني غدا ساغادر هذه الدنيا، ساذهب إلى رب كريم غفور رحيم، هو الذي يكرمني، هو الذي يذهب عني الخوف والحزن، هو الذي يخلصني من كل التعاسة التي أعيشها. كل هذه الهموم ستصبح صفرا بعد موتي، فلماذا افكر بها؟ ما دمت انا ساموت عاجلا ام اجلا والحياه قصيره وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت، فاذا كنت انا اجهل ماذا سيحدث غدا، وقد يكون اجلي غدا وانا لا ادري، فلماذا افكر واضيع وقتي في تفكير في مشكله ستنتهي بموتي، لأن يعني هناك مشاكل قد لا تحل إلا بموت الإنسان سبحان الله، فإذا أبقى مع الله، أستغفر الله، أتقرب من الله، لأن هذا هو المهم، هذا الذي سينفعني بعد الموت، هذا الذي سأجده أمامي بعد الموت، أما كل هموم الدنيا، كل مشاغل الدنيا، كل كنوز الدنيا ستزول بمجرد أن يموت الإنسان، لذلك أخي الحبيب نصيحتي لك أن تتذكر الاستغفار دائما، إياك أن تغفل عنه، النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله أكثر من مئة مرة كل يوم، فعود نفسك في كل مناسبة تقول أستغفر الله، في كل حركة تقوم بها استغفر. إذا أمسكت الموبايل قل أستغفر الله، إذا خرجت من بيتك قل أستغفر الله، إذا دخلت قل أستغفر الله، عود يعني خذ ثقافة الاستغفار، منهج في حياتك، والله ستتغير حياتك تماما باذن الله، ومثل هذا الاستغفار اخي الحبيب، الله تعهد بزياده الرزق على لسان سيدنا نوح، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم باموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم انهارا، وتعهد على لسان حبيبه عليه الصلاه والسلام عندما قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب نسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته